أكون وياك صريح وتعرف أنه أنت نعم من المدربين المتميزين، لكن كابتن حسن أحمد دائما دائما ما يتهم بأنه يحب يعني يسلط الأضواء على نفسه. أنت متهم أنه بمعاداة المدرب الأجنبي والبحث عن فرصة تدريبية لتدريب المنتخبات الوطنية، وبأي طريقة؟ خلينا أكون وياك صريح ونقول لك يعني الكلام اللي موجود. لا بالعكس، يمكن هذا غير موجود الان يعني بالنسبه لي. يمكن هسه لو تسال الدكتور اسعد لازم او تسال الدكتور شامل كامل راح يقولوا لك حسن احمد شنو بالنسبه لهم. يعني كمدرب الحمد لله انا ناجح بكل الدوري، ناجح اذا بكل الفرق اللي استلمتها، فرق متواضعه والحمد لله قدمت نتائج كبيره، وحتى ضمن عملي بالمنتخبات 10 مواسم يعني قدمت شيء الكثير، قدمت لاعبين للمنتخبات الوطنيه. بالنسبه للمدرب الاجنبي انا بالعكس مو ضد المدرب الاجنبي، يعني لكن انا بوافق تصريحاتك على كل دائما تطلع على المدرب الاجنبي ما يفيدنا، لا لا عندك عن كتنش بالتحديد. لا هو على كتنش انا صراحه هذا رايي، يعني المفروض يعني اكو ناس تحترم هذا رايي. انا محترم بالعكس، محترم كابتن، رايك محترم. استاذ حسين اذا تريد اني اناقشك وموجود الدكتور كاتنش ماذا فعل؟ يعني هاي فاز علي ايران صار مدرب جيد. كاتنش 4 بطولات ما اخذ، 4 بطولات ما اخذها، اربع مباريات مع البحرين ما قدر حكمه يفوز، تصدره للمجموعه 24 مباراه، هذا لكل ما يشفع عليه لانه يعني يدرب العراق في الوقت الحالي. تصدر استاذ حسين واحد، والجانب الفني والجانب بصمه مدرب ما موجوده على المنتخب صدقني. والان انت هذا اللقاء خليه وراح تعرضه بالمجموعه الاخرى من الفريق ان شاء الله، احنا نتمنى يتاهل، لكن انا اقول لك تحت قياده كتنش ما يتاهل. هسه يريدون يلعبون علي بهروزي يكلف مواقع تنزل علي، انا يهمني انا المهم احكي مصلحه بلد. نعم كابتن، انا اريدك يعني تعطيني يعني بصراحه شنو النقاط اللي انت تشكر عليها بالنسبه للمدرب كاتانيتش، شنو النقاط السلبيه اللي موجوده؟ والله انا كده اول شيء انظر على ثبات التشكيله، اسلوب اللعب، اثنين صح نتائج الفريق كانت متواضعه صح، انا اقول لك احنا صدرنا يمكن كابتن اخفاق متواضع، الفريق تقدم الايراني. للتشكيلات متواضع استاذ حسين احنا صدرنا، احنا كل عمرنا العراقي صدر المجموعه لا اول ولا ثاني، وخذها من تاريخ يمكن بس تصفيات واحده احنا ما تاهلنا، لكن كل التصفيات يعني انت تدري التصفيات بها 4 أو 5 فرق كابتن. ثلاثه التصفيات اللي راحت اهلنا كافضل ثالث بعد تايلند وفيتنام. اي يعني اقول لك قليل احنا من ما تاهلنا، لكن انت على مر التاريخ احنا على طول الفريق العراقي لو اول لو ثاني بالمجموعه، يعني هذا مش والان انا اقول لك الان اي مدرب يجي ينجح مع التشكيله الموجوده. العراق الحمد لله الدوري خلال 3 مواسم ظهر عندنا لاعبين طاقات كبيره، يعني بكل مركز عندنا لاعبين 3 يتنافسون طيب على خليني اسالك المركز. الكابتن احمد بن ناجد باعتباره لاعب دولي سابق واحد نجوم 2007 والى تاريخه الكبير، كابتن احمد بن ناجد اذا كنت تسمعني، هذا الهجوم على المدرب الاجنبي في من عدد من المدربين هم ارائهم كلها محترمه وهم يعني لهم تاريخهم واسمهم، تشوفه مبرر انه بهذا الوقت انه يجب اخراج المدرب الاجنبي والاستعانه بالمدرب المحلي؟ لا هذا ضرب من الخيال، انه انت تيجي اليوم على مدرب متصدر بغض النظر عن مستواه الفني، وهذا يقررون فنيين اكثر من عندنا، انه تيجي تبدله، تيجي هيئه تطبيعيه وتبدل المدرب تغيره وتجيب مدرب محلي او اجنبي ماكو مشكله، لكن متصدر وتغيره وبعدين يجي مدرب ثاني ويحقق نتائج سلبيه، كل العالم راح ينقلب يمكن يسوي ثوره ضد التطبيعيه. فموضوع اي واحد عاقل من يجي يستلم الاتحاد من الاتحاد السابق ويلقي المدرب مدرب المنتخب متصدر بغض النظر عن اسمه محلي او اجنبي او زيد او عمرو، فهو لازم يوقع وياه، لازم يكمل المشوار وياه. هذا العقل اللي هيك يقول. اما موضوع فنيا جمهورنا ابو علي، جمهور نتائج، يعني يدور نتائج بغض النظر عن الامور الفنيه. اليوم تغلب انت خوش مدرب، تخسر انت مو خوش مدرب، هذا الموضوع عام. يبقى الموضوع يمكن 10% 15% بالزايد انه العالم يدور نتيجه ومستوى فني.
أما الأغلبية فيدورون نتائج، أغلبنا 1-0 تصدر المجموعة صعد الكأس العالم، هذا هو المطلوب. طيب أنت تتفق أن نتائج المدرب متواضعة؟ يعني الكابتن حسن أحمد يقول نتائج كتنتش متواضعة ولا يمكن يعني نتائج الأخير هم تصدر نعم كابتن حسن أحمد يعني من خلال تصريحه يقول نتائج كتنتش متواضعة، يقول متواضعة وهذا الموضوع أنه ما يشفع لأنه يكون مدرب للمنتخب يعني العراقي. شوف إحنا الآن نتكلم إذا نتكلم على تصفيات كأس العالم شكل، وإذا نتكلم على كأس الخليج شكل آخر. بكأس الخليج يمكن تكون النتائج متواضعة، أما بتصفيات كأس العالم فالنتائج طيبة، يعني من تغلب إيران أنت وتصدر المجموعة، ومجموعة بها البحرين، والبحرين فريق جيد جدا اللي هو نفسه خسرت وياه بكأس الخليج، فهذا طيب في تصفيات كأس العالم وننتظر الأفضل، هذا هو الجواب. طيب كابتن دكتور أسعد يعني يقول